مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنديروا الدرس 17 حرف الصاد. شوفوا راني متاخره، ماشي متاخره، انا دروسي نكملها مادام مازال ما لحقناش الامتحانات، يعني ما رانيش متاخره. المهم اليوم نديروا حرف الصاد تمهيد من دفتر الانشطه، والتمارين اللي جايه كامل من دفتر الانشطه. على بالي سنه اولى دفاتر الانشطه يقعدوا في عند الاستاذه، دونك باش تشوفوا التمارين اللي داروهم ولادكم تعاودوهم لهم، يعني من الاحسن تعاودوهم لهم. تشوفوا ولادكم لا نقلوا من السبوره ولا صح فهموا يعني التمرين وحلوه مع الاستاذه ديالهم. عندي تمهيد احوط حرف الصاد واكتبه، وين نشوف ص هذايا ندير عليه دائره واكتبه. قصاص، عندي ص صن صاصن. صورة، صو صفوف. خلوهم يخدموا وحدهم. رصيف، صي. مصاحف، صا. عصير، ص في بداية الكلمة، صو وعندي صي. ص صو و صي، يعني أطفالكم كي يكون الكتابة يعني نقولوا شوية حسنة، يعني معليش من بعد على بالكم كي يطلعوا سنة الثانية إن شاء الله والثالثة، يعني كل مرة حيزيدوا يتحسنوا في الكتابة. ملي يعني ما يكتبوش مليح، كاين اللي يكتبوا هكذا، كاين يعني كل واحد كيفاش يكتب. حاولوا معاهم أنهم يحسنوا الخط ديالهم. قلنا حرف الصاد في بداية الكلمة، هذا في وسط الكلمة. ص صو صي صي، عفوا عندي ص صو صي، هذا في وسط الكلمة. في آخر الكلمة حيكون هكذا وحيكون هكذا. عندي ص صو صي صي صن 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 الصر. عندي التمرين الأول، ضع كل كلمة في مكانها المناسب. هذا التمرين في دفتر الأنشطة، قلت لكم من الأحسن عودوه لهم. عندي عسل، بلال، عشب، فرس، عامر، ساعة، ممحاة، باب، جمل. عندي الكلمات اللي فيهم الباء نحطهم هنا، اللي فيهم الس نحطهم هنا، واللي فيهم الماء نحطهم هنايا. عسلون، دونك حيكون هنا. بلال، دونك عندي حرف الباء. عندي عشب، عندي فرس، عندي عامر، ساعة، ممحاة، عندي باب، وعندي جمل. وكملنا الكلمات، نجوزو للتمرين الثاني. اسمع واكتب الحرف الناقص. يزيد الر، يزيد الا. في الحديقة فيل، يعني الأستاذة تقرا لهم وهما يضيفوا الحرف. فيل، ثعلب، طيور، بقرة، غزالة، أشجار، عالية. بهذه الطريقة ندوزو للتمرين الثالث. أضع كل كلمة في مكانها المناسب. أمس، غدا، اليوم.
ذهبت إلى المدرسة، ألعب الكرة مع أصدقائي، سأزور جدي في الريف. أمس ذهبت إلى المدرسة، راهي في الماضي. اليوم ألعب الكرة مع أصدقائي، الفعل راهو في المضارع، راهو درك. اليوم سأزور جدي في الريف، يعني راهي في المستقبل. غدا سأزور جدي في الريف. عندي التمرين الرابع، أتمم الكلمات بالحرف الناقص. سبورة، شو هنضيف لها؟ الباء. عندي رمل، دودة، هاوليك الدا، مسلم. عندي التمرين الخامس، أصل بسهم الضمير وما يناسبه. أنا، أنت، نحن، أنت. رسمت أزهارا، رسمت أزهارا، رسمت أزهارا، رسمنا أزهارا. أنا رسمت أزهارا، أنت رسمت، نحن رسمنا، أنت رسمت. كانوا هادو التمارين اللي داروهم التلاميذ في دفتر الأنشطة. نجوزو لنصف عدد أصغر من 20. أنا درت لكم هاد التمارين من دفتر الأنشطة ونشرح لكم هنايا. قلنا الضعف هو نزيدو نفس العدد يخرج لنا الضعف. كي نحوس على ضعف عدد حندير نحوس على ضعف ثلاثة، حنزيد له ثلاثة ونحسب حنلقى ستة. ستة هو الضعف تاع ثلاثة. دركا النصف، نصف عدد أقل من 20. ناخذ مثال، عندي أربعة، كيفاش تفهميها لأطفالك؟ قولي له عندي أربع حبات حلوة، عندي أربع حبات حلوة، عندي ليلى وعندي مراد، حابة نقسمهم لهم بالتساوي. واش معناتها؟ نمد، إلا مديت لها هذه حبة هذا نمد له حبة، لا مديت له ثلاثة هذا نمد له ثلاثة، يعني نمدهم لهم بالتساوي. نحكم هذه نشطب عليها راني مديتها ليلى، نزيد مديت وحدة ليلى نمد وحدة المراد، نروح نزيد مد وحدة الليلة ونزيد نمد الحبة اللي قعدت المراد. قسمتهم بالتساوي. هنا شحال عندي؟ هنا عندي أربعة. كي قسمتهم على اثنين، يعني قسمت الليلة وقسمت المراد، شحال خرجني كل طفل شحال عنده؟ هذا عنده اثنين وهذا عنده اثنين. نصف أربعة وشنو هو؟ النص تاع أربعة، عفوا النصف تاع أربعة هو اثنان. عندي ملاحظة، دايما نقول لكم الحاجة اللي جديدة جام يقراوها، ماشي لازم يقراها اليوم لازم يفهمها، لو كان ما يفهمهاش انتي ما نعرفش يصرع ذهب لي نو، يشوفها كتمهيد المرة الأولى وبالك مش ما فهمتي هو شرحتي بصح ما هوش مستوعب، خلي المرة الثانية الثالثة الرابعة ما فيها والو خلاص الدنيا. عندي ستة، هاملك ديروا ستة أقلام، حابين نقسموهم بالتساوي، يعني أنا ندي ثلاثة وعندي طفل يدي ثلاثة، هذا الولد مديت له واحد أنا ندي واحد، هاوليك نزيد هذا نمد له واحد أنا ندي واحد، هذا مديت له واحد أنا ندي واحد. شحال كما يقولوا شحال صحونا؟ هذا الطفل دا ثلاثة وأنا أديت ثلاثة، قسمنا ستة على اثنين بالتساوي. وشنو هو النصف تاع ستة؟ هو ثلاثة. ستة كيفاش نقدر نكتبو؟ نكتبو ثلاثة زائد ثلاثة، ثلاثة هو نصف ستة. نفس الشيء الثمانية، تقدري أنا عطيت لكم طرق تقدر تشوف لهم حبات حلوة بالقريصات بالخشيبات، يعني كتمهيد شرحوا لهم هكذا فهميه وشنو وش ما عندها النص.
معناتها هذاك العدد حنقسمه على 2 بالتساوي. يعني كي عندي منا زوج لازم يكون منا زوج، وهذاك العدد اللي خرج لنا هو النصف تاع، يعني خرج لي 4 هو النصف تاع 8. نروحوا النصف 8، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. حبيت نعرف النصف ديالها، هذوك نديت لكم شحال من طريقه. نشطب على وحده بالاخضر ووحده بالاحمر، نبداو كمرحله اولى وحده، دوكا الاخرى بالاخضر، هذه بالاحمر، نحسبوا شحال عندي بالاحمر، 1 2 3 4، شحال عندي بالاخضر، 1 2 3 4، عندي عددا متساويا، 4 زائد 4 8، نصف 8 ما هو؟ هو 4. كي نقسمها على 2 نمد هذا خشيبة ونمد الاخر خشيبة، شحال حيخرج لي كل طفل زعما، يعني شحال حيدي؟ حيدي 4 والاخر يدي 4، 4 هو نصف 8. هذا كتمهيد، وكاين بزاف تلاميذ يجوني تاع سنه اولى ونقول لهم الاساتذه حفظوهم، كي يلقاوهم يعني ما يفهموهمش تجيهم صعيبه. حتى العشرة النصف هذاك تلقاو دراري حافظينه. المهم عندي 4 زائد 4 يساوي 8، 4 هو نصف 8. 12 بنفس الطريقه تفهميه للطفل ديالك، عفوا 6 هو نصف 12، وهنا 8، عندي 8 هو نصف 16. كان هذا درسنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، نتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله. نديرو النموذج الثامن، استناوني نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في وليداتكم، وسلام.